ازيكم يا رزيعه في حلقه جديده من رزع الفانتسي وحلقه الجوله التاسعه. هنتكلم فيها في الحلقه دي خصوصا عن ما تبقى لنا من لعيبه لسه ما اصابتش في التوقف الدولي، يعني عشان اقسم بالله في ما لا يقل عن 20 لعيب يا مصاب يا مشكوك في اصابته يا كورونا يا لسه هيعملوا مسحه جديده. كميه لعيبه مش هتلعب بالفرق كلها بتاعت البني ادمين، كل واحد على الاقل عنده بتاع 3 4 لعيبه عليهم علامات حمراء وصفراء، فده اللي هنتكلم فيه الاسبوع ده. فطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفتح جرس التنبيهات عشان تيجي الحلقه اول ما ننزلها. يلا بينا نرزع. ورقة وقلم بقى كده يا باشا، عشان انا عملت لك حصر لكل اللعيبة اللي مشكوك في اصابتها او في مرضها ولا قدر الله. بص هما بجد 20 لعيب، ورقة وقلم بجد مش بهزر ومش ببالغ، ورقة وقلم عشان لازم نتابع الاسبوع دوت لو في بقى بريس كونفرنس لو في اخبار كل اللعيبة دي حصل لها ايه، عشان ما تعملش زي انا واحد الاسبوع اللي فات اول ما خلص لقيت ارنولد اتصاب، قلت خلاص انا كده عايز ابيعه، فلوسه كتيره ما بيعملش حاجه، عايز ابيع ارنولد، بيعه على طول قبل ما يرخص واشتري تشيلويل قبل ما يغلى، والحمد لله تشيلويل كان من احد المصابين في التوقف الدولي. فما تعملش زيي، حاول تاجل الترانسفير لغايه يوم الجمعه اللي جايه والسبت كمان لو عرفت، بحيث تكون جبت اكبر قدر من المعلومات عن اللعيبه اللي عندك المصابه ولا سليمه. بص يا سيدي وجهز الورقه والقلم. اول حاجه بيتر شمايكل حارس مرمى بتاع ليستر، تشيلويل من تشيلسي، ترينت الكسندر ارنولد من ليفربول هو وروبرتسون وجوميز، ايكي من سيتي، ايجن من شيفيلد، كولمان من ليستر، كودي من ولفرهامبتون، صلاح من ليفربول ومعاه هندرسون، سون من توتنهام، ستيرلينج من السيتي، راشفورد من مانشستر يونايتد، وورد من ساوثهامبتون، يارميلينكو من ويست هام، واخيرا عشان ده ما اتضافش في الليسته اللي انا كنت عاملها دورتي من توتنهام برضو شكله كده عنده كورونا، فربنا يستر. تابعوا الاخبار يا جماعه بجد لغايه يوم السبت عشان ما تلبسوش زي ما لبست في تشيلويل، ربنا يستر وربنا يشفي قبل الماتش يا رب. هنعرف بكره، في ناس كتير قوي هنعرف على فكره المعلومات عنهم بكره، سواء هيعملوا مسحه جديده زي صلاح مثلا، الكلام كله على ان صلاح هيعمل مسحه بكره، لو طلعت نيجاتيف هيرجع لانجلترا، لو طلعت بوزيتيف هيقعد 5 ايام كمان، فده معناه ان هو هيفوت ماتش اللي عنده اللي جاي في الدوري. فدول مبدئيا كده اللعيبه اللي لو عندك منهم حد لازم تخلي بالك من الاخبار، تخلي بالك من البريس كونفرنسز. تابعنا على صفحاتنا الشخصيه وعلى ارزع على انستجرام وعلى فيسبوك، دايما هنزودك بالمزيد من الاخبار واجدد التفاصيل عن كل اللعيبه اللي في شك في اصابتها. نخش بقى على اصبر الى حق افكس ونتكلم بقى كده ايه يعني بعيدا عن كل الاصابات دي عن جيم ويك 9. طبعا انتوا عارفين السنه دي ان ضربات الجزاء يعني جزء لا يتجزا من اللعبه، ويعني معظم اللعيبه اللي معاها ضربات جزاء كلها جايبين بوينتس عاليه وهم دول الناس بتجري عليهم، بس يعني الحاجات دي بتبقى مش متوقعه، مش متوقع هيجيلك ضربه جزاء هنا ولا لا، ما بتبقاش عارف. فانا عملت احصائيه، او بصراحه مش انا اللي عملت، انا لقيت احصائيه موجوده شايله ضربات الجزاء وبتقول لك مين اكتر الفرق اللي بتوصل للجون وعامله خطوره على الجون دايما بعيدا عن ضربات الجزاء. فاول 5 فرق متوقع ان هم يجيبوا جوان بعيدا عن ضربات الجزاء هم ليفربول، توتنهام، ليدز، ويست هام، وايفرتون، وبالترتيب اللي انا قلته ده كده بالظبط. دول اعلى 5 فرق في الاكس جي، يعني اللي هو الجول انفولفمنت، ان هو يجيبوا جوان بعيدا عن ضربات الجزاء. فدايما وانت بتشتري لعيبه بص على الفرق دي، لو انت تبص على الهجوم طبعا مش الدفاع، تبص على الهجوم فدي اقرب الفرق للهجوم من كل اللعيبه. يعني مثلا صلاح بيعدي ضربات الجزاء، بس ده مش معناه ان ماني لا، عشان الفريق كله قريب من الجون دايما. بنينا على اتكلمنا على اكتر 5 فرق يعني قريبه من الجون، نتكلم على اكتر 5 لعيبه عندهم جول من سواء اجوان او اسيستات وبالترتيب، وهم دول بالطبع اللي اكيد معانا في الحق، عشان يعني هم دول اكتر لعيبه قريبه من الجون السنه دي لغايه دلوقتي باول 8 اسابيع. وترتيب الخمس لعيبه هو صلاح، زاها، ماني، برونو فرنانديز، وجاك جريليش. دول اكتر 5 لعيبه متوقع ان هم يعملوا يا جوان يا اسيستات، يكونوا مشتركين في الجون بجون او باسيست. فطبعا الخمسه دول زي ما بقول لك هم معانا في الحق، لازم يكون عندك على الاقل منهم 2 لو مش 3، يعني ممكن صلاح وزاها، ماني وجريليش عايز حد غالي وحد رخيص. وطبعا برونو فرنانديز ده يا جماعه الفتره الجايه يعني انا بحب الولد ده، سيبكم ان هو شبهي بقى وكل الكلام ده هزار طبعا ملناش دعوه بيه، بس الواد انا عاجبني يعني روحه في الملعب، هو انا هعمل ضربات جزاء هاجي هروح من غير ضربات جزاء برده هجيب بالهيد برده هجيب. الواد روحه على الفريق، خايف على الفريق، قال الايجنت بتاعه ما تكلمنيش في عقود غير لما تقول انا عايز اجدد مع مانشستر، عقد بتاعي خلص عايز اجدده من اول وجديد. الراجل مؤمن مانشستر يونايتد جدا، حب الفريق جدا، الواد بسم الله ما شاء الله، حتى الموسم اللي فات عارفينه، هو يعني لازم يكون عندك في الفريق يعني ملهاش حل. برونو فرنانديز لغايه دلوقتي في الموسم الحالي في 8 جولات جايب 5 تجوان و3 اسيستات، الراجل ما بيهزرش حتى والفريق بيخسر، الفريق خسر كذا ماتش في الفتره دي وتعادل كذا ماتش وبرده هو جايب الارقام دي. فده يعني رمانه ميزان يونايتد، لو معكش فلوس مثلا دي بروين اعتقد برونو من امثل اللعيبه اللي هتبقى عندك في الفريق. وعايز اقول لك ان الخمس لعيبه دول من 4 فرق، عشان بس طبعا صلاح وماني من نفس الفريق، والاربع فرق عندهم ماتشات اللي جايه حلوه جدا، عندهم ماتشات ضد نيوكاسل، ضد بيرنلي، ضد ساوثهامبتون، ضد فرق ويست بروميتش طبعا منهم، هو يمكن بس ليفربول الوحيد اللي عندها الماتش الجاي ليستر، بقى كده كمان شويه ماتشات حلوه. فالفرق اللعيبه دي انا اسف لازم يكون عندك منها 2 او 3. وطبعا
شاريه غريب اكتر من كده. احنا اللعيبه دي بنقولها من اول تقريبا يعني بقى لنا اربع اسابيع بنتكلم على زاها وعلى جريليش كده يا جماعه. ضم معاه واتكنز طبعا المهاجم، باركلي اللي عامل احصائيات هايله، عامل 11 فرصه محققه يعني راجل برده اثبت نفسه، 5.5 يمكن غير حاجه بسيطه. ماجين نفس الكلام، وطبعا زي ما بقول لك واتكنز المهاجم. استون فيلا كهجوم مفيدين جدا بالاسعار اللي هم فيها دي والماتشات اللي داخله عليه. نضم واحد كمان على الليسته دي من وجهه نظر الشخصيه هيبقى معاهم في نفس الارقام قريب قوي، يديله بس يعني ماتش ماتشين كمان يجمع ارقام عشان ما يلعبش من اول الدوري، وهو حكيم زياش. حكيم زياش كنا عليه الحلقه اللي فاتت، الواد يا جماعه بسم الله ما شاء الله زي برونو زي دي بروين. انضم لفريق تشيلسي اخيرا، رمانه ميزان جديده تظبط الفريق، تحرك الفريق يمين وشمال، شوط من بعيد، ضربات ثابته، الواد هايل بسم الله ما شاء الله عليه. برضه تحطه معاهم وسعره في الحنين لسه 8.1، فايه احن شويه من ايه من دي بروين، اهدى كمان من برونو كتير ومن صلاح ومانيه ده اكيد. وضم برضه مع زاها معلش في كريستال بالاس، الواد ايزي ده يا جماعه خطر جدا خطر جدا، حط حته فاول نموذجي والله العظيم في الملعب كان هايل، سريع بيوصل للجون. وخلي بالك ان هو ارخص من زاها على الاقل بمليون كمان. فان هولت رجع، فان هولت اولا هو اوبشن حلو طبعا يتجاب في الدفاع عشان ماتشاتهم زي ما بقول لكم ماتشاتهم حلوه جدا، بس هو المفروض ان هو مصنف يعني رقم ثاني في ضربات الجزاء بعد من جوفيتش، فهو من جوفيتش فان هولت زاها، فغالبا زاها راحت منه ضربات الجزاء، يمكن يغيروها الله اعلم. بس لو فعلا زاها ما عوش ضربات الجزاء فالفرق بينه وبين ايزي مش كبير، ممكن تبقى انت اولى بالمليون ده. نخش على الفقره اللي بعديها وهي فقره اصبر، وبرده قسمتها لك جزئين، جزء اصبر ما تشتروش دلوقتي وجزء اصبر ما تبيعوش دلوقتي. وطبعا نبدا الحديث في اصبر على سون وكين. سون في كلام ان هو الفريق عنده فيه اربع لعيبه في المنتخب بتاعه جالهم كورونا، مش فاهمين اذا هو جاله ولا لا، لسه هنعرف. بس انا رايي الشخصي لو ما عندوش كورونا ان شاء الله يا رب يكون سليم، لازم تخليه عندك. الراجل لعب سيتي قبل كده كذا مره، عارفهم وحافظهم وجايب فيهم اجوان مش اقل من اربع اجوان قبل كده في السيتي، والواد فورمته حلوه. هنعمل ماتشات صعبه، هم عندهم يعني سيتي بعديها تشيلسي بعديها ارسنال، فهي ماتشات طبعا صعبه جدا على اي حد. بس في الاول وفي الاخر الدوري السنه دي يا جماعه غير متوقع، عادي جدا يكسب السيتي، عادي يكسب تشيلسي، عادي يكسب ارسنال، وعادي يخسر من الثلاثه. فيعني انت تتوقع فاهم حاجه في علم الغيب. فسون ماشي فورمه كويسه جدا، اعتقد لو سليم لازم يتساب اللي هو بس اللي عندك، لو عندك الاثنين وعندك كين كمان وعايز تصرف حد فيهم اعتقد سون هو اللي يمشي. كين اسيستات وجوان دي مدياله ميزه عن سون. سون لغايه دلوقتي ماشي جوان بسم الله ما شاء الله، ايه خش اكبس على الجون وحط حط حط، فهو جايب 8 اجوان، لكن كين جايب 7 اجوان فمش بعيد خالص عنه، بس معاه اسيستات بقى كمان قدها. فانت بتتكلم في اجوان واسيستات وضربات جزاء، فتسهل عليك لو ماتش مقفول وجت ضربه جزاء زي شفت الماتشين اللي فاتوا، كين الوحيد اللي بيطلع بالنقط ومعاه طبعا 3 بونص، هتكلم في 9 نقط من ماتش ميت 1-0 كين لازم يبقى عندك. فانا رايي الشخصي لا، اللي عنده واحد يخليه، اللي عنده اثنين الاميل انك تبيع سون. ويعني سيتي مش سيتي يا جماعه، سيتي خلينا متفقين بقى بصراحه، سيتي مش نفس السيتي بتاعت السنه اللي فاتت، دفاعهم بدا يتحسن يعني ثنائيه لابورتو وروبن دياز كويسه جدا، بس ووكر بيخيش، كانسيلو مش مكانه، ممكن يخيش في الدفاع، في الهجوم هايل على فكره واوبشن حلو جدا ممكن احطه معانا في الحق، لكن في الدفاع عادي. تاني واحد معانا في اصبر ما تبيعوش هو صلاح. صلاح حتى لو مش هيلعب الماتش اللي جاي برده ما تبيعوش، اي نعم هو غالي فلوس كتيره جدا على الدكه، بس يا جماعه صلاح اولا دلوقتي مع 8 اجوان مع هدافين الدوري، الراجل عامل 21 فرصه محققه اكتر من برونو فرنانديز ومن دي بروين اللي عاملين 20 فرصه بس، فانت متخيل انت يبقى الهداف وهو اكتر واحد بيصنع فرص، ما ينفعش يبقى من عندك يا جماعه. صلاح السنه دي عجبني جدا، الراجل متعاون مع الفريق، بيسقط بيوزع بيدي الماني بيدي الفيرمينيو بيدي اليوتا بيدي لاي حد وبيدي لنفسه وبيدينا احنا كمان. فطبعا صلاح حتى لو مصاب ما تبيعوش، اصبر ما تبيعش جيمس رودريجز، افتكر اهو ابو حميد بيقولها لك، اصبر ما تبيعش جيمس رودريجز. جيمس رودريجز كان متاثر جدا بالاصابه، كان متاثر جدا بعدم وجود ريتشاردسون اللي اتطرد، لوكاس دين اللي اتطرد، الفريق ما كانش هو الفريق، كان ناقصه حاجات كتيره، كولمان برده كان مصاب وغالبا لسه مصاب لغايه دلوقتي، فانت بتتكلم في فريق كبير كان مصاب منه لعيبه تقيله قوي، فلما يرجعوا وكلهم رجعوا الحمد لله، لا جيمس هيرجع تاني 18 نقطه والدبل ديجيتس وهي الضربات الثابته الكرانر كل ده لسه موجود، ومش بس كده ده كمان عندهم فولهام، يعني يا محلاك يا عم جيمز. فانا بقول اهو اخر مره جيمز عنده فولهام يتساب، اعتقد هيجيب ريتيرنز هيعمل بوينتس في الماتش اللي جاي وهيرجعوا ثقتهم ويكملوا تاني فتره الايه الانتصارات اللي كانوا ماشيين بيها. نيجي بقى الاصبر ما تجيبوش دلوقتي، وطبعا ده الكلام ده مش للناس اللي عندها طبعا اللعيب ده، انا حاليا هبدا بدي بروين وستيرلينج، اللعيبه الغاليه جدا ب 11.5 مليون، اللعيبه الغاليه جدا اللي ب 11.5 مليون اللي لسه لغايه الجوله الثامنه ما متعوناش لغايه دلوقتي، ما جابوش النقط اللي هم بيجيبوها معودين عليها، لسه في حاجه غلط في السيتي، الهجوم مش بغزاره زي السنه اللي فاتت واللي قبليها،
ضيف كمان على ده ان دي بروين ضيع بيرن. انا ما اعتقدش ان الصراحه ان جوارديولا هيشيلها منه، بس لازم نفكر في الموضوع يا جماعه، عشان دي بروين لو شاف منه بينالتيز هيبقى مجرد معتمد اكتر على الاسيستات، ف11 ونص اسيستات بس كتير كتير، وانا عندي ممكن اجيب صلاح وماني. اي نعم ديفرنشال وريسكي، بس الاثنين عندهم اوبورتيونيتي للجوان والاسيستات الاثنين مع بعض مش بس اسيستات. فانا رايي اصبر اتفرج عليهم الماتش اللي جاي، جايز يجي لهم بينالتي، جايز يجي لهم بينالتي في تشامبيونز، في دوري، في كاس، في ايا كان، ما هنشوف مين اللي هيلعبها. كمان الماتش جاي في الدوري عندهم توتنهام، فمش الماتش طبعا السهل. اي نعم طبعا دي بروين ممكن يجيب 20 نقطة عادي جدا مش هستغرب، بس مش ماتش سهل. وبرده خلي بالك داير عندهم بسم الله ما شاء الله يعز ضربات الجزاء زي عينيه، فعادي جدا يضرب واحد في السيتي يجيب بينالتي، نشوف مين اللي هيلعبها. فلو لسه مع دي بروين لا، يبقى انا بعتذر لك، خليه عندك عادي جدا، او ما تبيعوش يعني بمعنى اصح، وممكن كمان تشتريه. لكن لو ما لعبهاش هو اعتقد لا، كتير قوي الفلوس عليه، وجود زاها وجريليش وكل هيبه استون فيلا البروخص التراب ده، لا عندي اوبشنز ثانيه. ثم ناتي الى فقره افكس، هبداها زي المره اللي فاتت كلاما عن ليفربول ودفاع ليفربول. هو الصراحه ما سابلكش حد ينفع تشتريه اصلا، فانا يعني ايه انا بجود في الفقره دي. روبرتسون مصاب، ارنولد مصاب، جوميز مصاب يمكن شبه لاخر الموسم، ما عندكش غير ماتب، وما اعتقدش ان هما بالمنظر ده. كلام كان في فان دايك وكل دول ما كانش في كلين شيتس، تخيل بقى من غير كل دول سابين لك ماتب، طبعا الكلين شيتس تبقى صعبه جدا. بص بصراحه اي مدافع انت بتبقى اهميتك في الكلين شيت بتضم عليها الاتاكينج ريتيرنز، لكن لو ما فيش كلين شيتس خالص معتمد بس اتاكينج ريتيرنز، هو مش مهاجم في الاخر، هو جالك ماتش واربعه لا، لازم يكون في امل في كلين شيت، مش هقول لك ان هو تكون بتيجي، بس يكون في امل فيها، شايف ان هم بيدافعوا كويس، الحظ مش موافقهم. لكن بالمنظر ده لا، لازم تبيع دفاع ليفربول في اسرع وقت، استغل فلوسه في اي حد تاني. عندك تشيلويل اوبشن هايل ان شاء الله يكون سليم، فلا دفاع ليفربول اكتر من كده كفايه جدا، لازم تستغل فلوسه في حته تانيه، خصوصا ان في لعيبه كتير قوي السنه دي بسم الله الدوري، يعني ايه الفرق كلها سابين ليفت والرايت باكات دول براحتهم رايحين جايين، من اول طارق لمتي لغايه تشيلويل، كل دي اوبشنز حلوه جدا في الليفت والرايت باكات اللي بيزيدوا وعندهم فرصه في الكلين شيت. تاني حد معانا في افكس هو برده دفاع، بس المره دي دفاع ولفرهامبتون. ولفرهامبتون دلوقتي عندهم السنتر باك وكابتن الفريق كونر كودي اتصاب للاسف برده مع المنتخب، عندك نوري برده اللي هو الليفت وينج باك اللي جاب الجول من اسبوعين برده هو كمان مصاب، دندونكر مصاب. ضيف على ده ان هم عندهم ماتشات بايخه جدا لمده 4-5 اسابيع اللي جايين دول، فدفاع ولفرهامبتون مش احسن حاجه، ماتشات صعبه، اصابات، ابعد عنهم. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى عليها هو كيلمان لرخصه سعره مش اكتر من كده، يقعد على الدكه مش هتتضايق كتير، حتى لو نزل مفيش مشكله. غير كده بلاش رومان سايس، هو المفروض ان هو هيلعب عشان نوري مصاب، بس برده هل هيجيب كلين شيت ما تعرفش، ما جابوش كلين شيت مالهاش لازمه، بخمسه وشويه شوف حد ارخص او حد اكيد ان هو هيلعب الماتش اللي جاي. وطبعا لو عندك دورتي زي ما قلت لك هو جاله للاسف خلاص تيستد بوزيتيف لكورونا، فبرده مع السلامه للاسف من فريقك، انني ربنا يشفيه يا رب. انا عارف انه مش عند فرق كتيره، بس انا بس حبيت ان انا اتمنى له الشفاء. نبدا فقره الكابتنه بالماتش بسهوله الماتشات كده، واللعيبه اللي لغايه دلوقتي ان شاء الله ما فيش عليهم قلق وهيلعبوا وما فيش اصابات وما لهمش علامات وكل الكلام ده، انا هشيل كل اللعيبه اللي احنا قلقانين منها. فهبدا بايفرتون ضد فولهام. فولهام احنا عارفين دفاع يعني عم هارفي سبيكتر اللي عندهم بره ده ما بيعملش حاجه ان هو بيخسر بسم الله ما شاء الله عليه. فانت عندك جيمز، عندك كالفرت لون، اوبشنز حلوه جدا للكابتنه. اي نعم ريسكي، بس انا رايي الاسبوع ده هيكون الكابتنه متوزعه على كل الناس، ما فيش حد هيبقى ايه، ما فيش كين فارق عن كله، ما فيش صلاح فارق عن كله، كله متوزع، ماتشات صعبه كتير، الفرق عندها ماتشات لا مش هما البوبولار اوبشنز، فعشان كده تبقى متوزعه. فكالفرت لون وجيمز روديجيز اوبشنز حلوه جدا للكابتن الاسبوع اللي جاي. تاني اوبشن معانا وهو برونو فرنانديز ضد ويست بروميتش، اعتقد ماتش سهل جدا هيجيب فيه سواء ضربات جزاء او من لعب مفتوح، هو الراجل فورمه حلوه، اي نعم على البرتغال خسروا كان عامل ماتش حلو جدا معاهم على فكره، بس في ماتش مانشستر يونايتد ضد ويست بروميتش انا معتقد ان يونايتد هتكسب وبسهوله، وبرونو هيكون ليه دور كبير قوي في ده. تالت اوبشن معانا الكابتن وهو هيكون فيرنر وزياش من تشيلسي ضد نيوكاسل. نيوكاسل السنه دفاعها مش احسن حاجه، مش عارفين يجيبوا كلين شيتس، انا كان عندنا مدافعين مش عارفين يجيبوا كلين شيتس غير يمكن اول ماتش في الدوري، بس بعد كده الدنيا هديت خالص مفيش كلين شيتس. فتشيلسي بالفورمه اللي هم فيها بالسخونه اللي هم فيها، فيرنر اوبشن هايل مع ضربات الجزاء، هو المهاجم او الوينج اللي بيضم لجوه، فالاثنين يعني ايه في الاخر قريب من الجون، لازم يكون اوبشن عندك مبدئيا. وكمان اوبشن حلو جدا للكابتن الاسبوع ده هو، وضيف عليه زياش. رابع اوبشن معانا زي بقول لك الاوبشنز المره دي كتير، يعني عندك فرق كتيره بتلعب ماتشات حلوه فاوبشنز كتيره، ويا رب تبقى متوزع عشان انا ما بحبش الاسابيع اللي بيكون فيها هو واحد، يا كابتنته مع الناس وكله علي، يا كابتنته لوحدي وانا لبست لوحدي، انا ما بحبش كده، بحب ايه كل واحد كابتن حد ونشوف مين فينا صح. فرابع اوبشن معانا هو جاك جريليش ضد برايتون. الراجل اللي انا مقتنع لغايه دلوقتي ان ضربات الجزاء لسه معاه، في ناس بتقول لك ان ضربات الجزاء بقت مع واتكنز، انا مقتنع ان هي لسه معاه وان هو اداها له عشان ايه يفك كده النحس ويجيب الجون ويبدا ايه العجله تدور. لكن جريليش بسم الله ما شاء الله عليه انفولفمنت في الاجوان زي ما قلت لكم، هو الخامس على الدوري كله في الاسيستات نفس الكلام، الراجل ارقامه هايله، استون فيلا كفريق السنه دي
غير متوقع وممكن يكسب اي حد في اي وقت. فجريليش اوبشن حلو جدا للكابتنه الاسبوع ده ضد برايتون. وطبعا بقى لعشاق الريسك كده كده اكيد ممكن تكابتن كين ضد السيتي، تكابتن دي بروين ضد توتنهام، الكلام ده كله ممكن يتعمل، بس هو ريسك كبير، الله اعلم الماتش هيروح فين. فعلا انا مش قادر اتوقع الماتش سيناريو هيمشي ازاي، يعني هل ممكن دول هيهجموا قوي قوي قوي، توتنهام تدافع وتلعب على كاونتر اتاك وكين وسوني يولعوا الدنيا، ولا دول بقى اللي هياكلوهم الهجوم ده ويجيبوا جوان ويعني يقتلوهم معنويا خالص. انا بجد مش عارف اتوقع. قول لي انت رايك ايه للماتش ده، وهل ممكن تكابتن حد في ماتش زي ده ولا صعب؟ والكابتنه الريسك الاسبوع ده هتروح للعيب انا صراحه قلت لكم عليه كتير، انا مش مقتنع بالفلوس اللي بتدفع في اللعيب دوت، هو مش ما يستاهلهاش السنه دي خالص لغايه دلوقتي، بس هي دي الكوره، عادي جدا في ماتش يجيب جون ويقلب العجله يروح الناحيه الثانيه خالص، كلنا نجري نروح نشتريه، وهو اوباميانج ضد ليدز. والسبب بقول ان اوباميانج ايه كابتنه، ان ليدز بجد دفاعها من اوحش الدفاعات في الدوري السنه دي. اي نعم بيكسبوا ساعات، بس حتى الماتشات اللي بيكسبوها بيكسب 4-3، بيخش فيه اجوان كتيره جدا، اكتر الفرق اللي بتستقبل هجمات. فمع اوباميانج يمكن ربنا يكرمه ريسك، انا بقول لك اهو، بس لو مشيت هتمشي معاه الفريق بيستقبل كتير، واصل ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه، واكيد اوباميانج هيكون متواجد في حاجه من دي. نخش بقى على رزعه الحلقه، لا اهو الحمد لله ابتدت العجله تدور. قلنا ابراهام كان ريسكي مني ودخل الماتش فعلا ولعب اساسي وجاب جون، انا ما توقعت دبل ديجيتس بس يعني عمل حاجه، فيعني مشوها لي والله كانت حلوه مني. وابراهام ده مش من اللعيبه اللي عند كل الناس، وانا عشان كده هقوله تاني ضد نيوكاسل، بقول ابراهام المره دي هجيب جون واسيست، مش جونين، جون واسيست بس، يعني لو جاب جونين يبقى انا غلط اهو، جون واسيست ان شاء الله. قول لي انت رزعتك في الكومنتات ايه للاسبوع اللي جاي، ومين متوقع له يولع الدنيا، وايه اللي عبد كده رزعت فيه وطلع صح. وبكده يا رزيعه تكون خلصت حلقه الجوله التاسعه، قول لي ايه رايك فيها، قول لي محتاجين نتكلم اكتر عن حاجات ايه، لو انت شايف ان في حاجه ناقصه في الحلقات، حاجه افكار جديده، انا ما عنديش اي مشكله، بتقبل دايما اراء الناس في الكومنتات وبقراها كلها. فيا رب تكون جوله تاسعه حلوه عليكم، ونشوف كده دوري ارزع كله خضار وكلنا بنعلى مع بعضينا. ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب وتفتح جرس التنبيهات عشان تشيك الحلقه او بننزلها، وكفايه رزع قوي لحد كده.